الأخذ بأيدي الشباب وتطلعاته إلى حيث غاية خدمة الإنسان والأوطان، رسالة أقبل بها وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل محمد نصر عبد الله إلى الشباب المتعهد بالكفاح ضد وباء فيروس كورونا المستجد، حيث سجل زيارة لورشة أبكر محمد صاحب ابتكار صندوق نظيف الذي يعقم كل من مر به. واستمع الوزير إلى الشروحات المقدمة حول كيفية صناعة هذا الصندوق وافكار تطويره. بوكس نديد انا سويت على في كادر انا ليت كوفيد 19 وانا ايتيديان ان سيستم دانجينيري انفورماتيك والكترونيك ده شفت كيف هل نقدر نجيبو في الدومين حق الاكتيفيتي فريمون اس مينيستر انا جينيس ديالي انا فريمون سي ان اونور و سا مونتر كو فريمون لو غوفرنمون كولا جي ساينا سي بور نو سا نوز انكوراج ا فير نو سو زياده باتامين دا كو جيتا ان شاء الله. هذا وبعيد ورشة أبكر محمد توجه الوزير والوفد المرافق له إلى مركز مينيك لابس الذي يحتضن بداخله معامل ومختبرات وصالات ومكاتب منها مخصصة للذكاء الاصطناعي الذي قطع فيه الشباب تشادي شوطا بصنعهم روبوتات لأداء بعض المهام والوقوف على مختلف أقسام هذا المركز الذي تفاءل القائمون عليه بزيارة الوزير. Donc une des spécialités de Mingaid. Lakin ma lissama il arf ma lissama en fait nasko le il faut quoi. Si sharafana donc wastafna en fait comme d'organiso et tout ça donc يعني فيديو هكينا لسما شي قدام. وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل خلال الجولة أكد على الدور الرائد الذي يلعبه الشباب في النهضة، وأن زيارته تهدف إلى تشجيع أصحاب المبادرات الواعدة ودعمهم لتطويرها. الشباب إنه أفكار وقال بيسوي أشياء مفيد للسياحة بتاع الشعب. الأول ما جينا في بوكس نديف ده هناك عند البيت كونو البيت تخش فوقه فيه كابتر دول بديه مية يجيب كرشة مية. فهنا كمان جينا في الدخول هاك نازل شفناه انتو ماشين عملوا اوتوماتيك للحصول بتأييدين دينتي فده هنا يعملوا أشياء كتير في وانا كلاب ده بيسوي أشياء كتير بيساعدوا الشباب يمونتي بروجي نعم بيساعدوا التجار والانتربريز كبار برضو بيجوا هنا يساعدوا من يمونتي بيسوي مونتاج نعم بروجي نعم كل شيء. والجدير بالذكر أن زيارات وجولات الوزير ستستمر لتدعم وتشجع المبادرات الشبابية وإبداعاتهم في مختلف المجالات.